سحب الجنسية أو إسقاط الجنسية من سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم يعطي الحق لشعب البحرين لأن يسحب الجنسية الآن من آل خليفة. الموت 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 آل خليفة. حقيقة يجب أن نفكر الآن بسحب الجنسية من نظام آل خليفة. هو يسحب 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 وصبرا صبرا صبرا وجرى الاختلاف هنا وصبرا وتحملا و و و الآن سحب الجنسية من الكبير، العلماء في السجون، الأساتذة في السجون، القادة في السجون، النساء، الشباب، سماحة الشيخ علي سلمان، سماحة الدكتور عبد الوهاب، شيخ المقداد، من بعد يبقى؟ منو بعد يبقى؟ إلا بقوم يجون هنا يسحبون ياخذوكم على السجون. وعندما سحبت الجنسية من سماحة الشيخ عيسى ما بقى خط أحمر يتجاوز عليه، هذا تجاوز طبعاً.